العاقل، تاريخ مختصر للنوع البشري، الكتاب الذي ترجم إلى أكثر من 45 لغة، ينصح بيل غيتس بقراءته، وقيل أنه سيغير منظورك للعالم. للكاتب يوفال نو حراري، الذي يعد من أهم المفكرين في العالم حالياً، كتبه تنفد من المكتبات بمجرد أن توضع على الرفوف، وبيعت منها حرفياً ملايين النسخ. لكن رغم الأهمية والشهرة الكبيرة التي يحظى بها الكاتب، إلا أن ترجمة كتبه إلى العربية تأخرت كثيراً، ربما بسبب جنسية الكاتب الإسرائيلية. فما السر وراء هذا الكتاب؟ دعونا نراجعه سوياً في تاني التقرأ. الكتاب عبارة عن رحلة نتتبع فيها تاريخ الجنس البشري وكيف أصبحنا على ما نحن عليه اليوم، سواء من الناحية البيولوجية أو الاجتماعية والثقافية. هذا التطور الرهيب تحقق لنا عبر عدة عوامل، منها الثورات المختلفة، والعامل الأهم هو الثقة التي وضعناها في أنظمتنا السياسية والاقتصادية والدينية، والتي من دونها لم نكن لنصل إلى أي نظام، بل بقينا نتخبط في الفوضى واللا جدوى. الكتاب مقسم إلى 4 أجزاء، في كل جزء العديد من الفصول. الجزء الأول بعنوان الثورة الذهنية، ذكر فيه الكاتب أصل الإنسان العاقل، حيث قال أن عمر أسلافنا يمتد إلى حوالي 2.5 مليون سنة، ويعتقد أنهم تواجدوا أول الأمر في شرق إفريقيا، أين وجدت أقدم المستحثات لهم، ليهاجروا بعدها إلى بقية أنحاء العالم. وقد ساهمت العوامل المناخية المختلفة للمناطق التي استوطنوها في تطور البشر، فظهر لنا مثلا إنسان نياندرتال في أوروبا، والإنسان المنتصب في آسيا، وإنسان السولو في أندونيسيا. أما الإنسان العاقل فظهر قبل حوالي 70,000 سنة، وهو الوحيد الذي استطاع البقاء ومحو بقية الأجناس البشرية الأخرى. كما تحدث الكاتب في هذا الجزء عن أهم ما يميز الأنواع البشرية عن بقية الكائنات على الأرض، فنجد الأدمغة الكبيرة مقارنة بالحيوانات الأخرى، وهي ما منح هذا التفوق للأنواع البشرية، كما أنها السبب في كون صغار البشر يولدون قبل اكتمال نموهم، وإلا قتلوا أمهاتهم أثناء الولادة. ونجد هاراري في هذا الجزء من الكتاب يدين الإنسان العاقل الذي تسبب في انقراض عدة فصائل حيوانية خاصة في أستراليا. يقول يوفال بهذا الخصوص: لا تصدق حاضني الأشجار الذين يدعون أن أسلافنا قد عاشوا في تناغم مع الطبيعة، إن لدينا تميزا مريبا في كوننا النوع الأكثر فتكا في سجلات علم الحيوان. في الجزء الثاني من الكتاب تحدث هاراري عن الثورة الزراعية، واعتبرها أكبر خديعة وقع فيها الإنسان العاقل، فرغم أنها سمحت لنا بمضاعفة أعداد جنسنا، إلا أنها حرمتنا من التنوع في الغذاء، وجعلتنا عبيدا نخدم القمح، وبسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان تشكلت المدن والدول. كل هذا جعل الإنسان العاقل أمام حتمية وضع قوانين لتسيير هذه المجتمعات. هنا طرح هاراري إشكالية التساوي بين البشر، فهو يرى أن البشر متطورون جينيا، وأن كلمة الحرية هي اختراع إنساني بحت لا يوجد إلا في خيالهم. فمن وجهة نظر بيولوجية لا معنى لقولنا أن البشر أحرار حتى في المجتمعات الديمقراطية. كما وضع الكاتب تساؤلا مهما للغاية عن معنى السعادة، حيث أن علم البيولوجيا يعترف فقط بالمتعة كمجموعة هرمونات محدودة التأثير، وبسبب كل هذه المتغيرات التي جلبتها الثورة الزراعية، ظهرت الحاجة لحفظ المعلومات دون الاعتماد فقط على ذاكرتنا القاصرة، وهنا ابتكر العاقل الكتابة. كان هذا في بلاد سومر أو حضارة ما بين النهرين حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. في الجزء الثالث من الكتاب بعنوان توحيد البشرية، ركز الكاتب على فكرة أن العوالم البشرية بعد أن كانت متفرقة وعديمة التواصل فيما بينها، تتجه اليوم نحو الاتحاد بشكل متصاعد، وقد بدأنا بالفعل نشير إلى ثقافة عالمية واحدة يشترك فيها جميع البشر تقريبا في نفس النظم السياسية والقانونية وحتى العلمية والثقافية.
كما ظهر المال كعقيدة عالمية حيث حل المشاكل التجارية التي عجزت المقايضة عن حلها. وخصص في هذا الجزء من الكتاب حيزاً للحديث عن الإمبراطوريات الإمبريالية التي ساهمت في توحيد العالم رغم وصفها بأنها شريرة، ويرى أننا اليوم إزاء إمبراطورية عالمية واحدة لا تخضع لدولة محددة. أما بالنسبة للدين فيرى هاراري بأنه الموحد العظيم الثالث للبشرية بعد المال والإمبريالية، وأعطى لمحة تاريخية عن تطور الأديان من عبادة الأرواح وبعدها الآلهة المتعددة وصولا للديانات التوحيدية الكبرى، كما لم ينسى ذكر الديانات الفلسفية على شاكلة البوذية والأبيقورية، واعتبر أن الديانات الكلاسيكية بدأت تفقد مكانها أمام تنامي وهيمنة الديانات الإيديولوجية كالشيوعية. الجزء الرابع والأخير من الكتاب خصص للثورة العلمية. يقول هاراري عنها: ربما لم تكن الثورة العلمية ثورة معرفة، بل كانت قبل كل شيء ثورة جهل. ويرى الكاتب أن العلم الحديث يقوم على ثلاث أسس تتمثل في الاستعداد للاعتراف بالجهل والملاحظة وأخيرا الرياضيات. ويشرح هذا بالقول أننا انتقلنا من الاعتقاد بأننا نعرف إلى الاعتراف بأننا نجهل الكثير، حتى أن العلم اليوم يسعى لحل مشكلة الموت والتي كانت ولا زالت تعتبر مصيرا بشريا محتوم. وتطرق أيضا للعديد من المواضيع المرتبطة بالثورة العلمية كالرأسمالية وجذورها والشرور الكبيرة التي نجمت عنها بالنسبة للدول الفقيرة، حيث استهلكت مواردها وشعوبها من أجل رفاهية الشعوب المتقدمة، غير أنه رأى أن الكعكة أصبحت كبيرة اليوم وصار بإمكان الكثير من البشر في مختلف أنحاء العالم أن يستفيدوا منها ولو بنسب متفاوتة. أما عن الأمور الخطيرة التي جلبتها لنا الثورة العلمية فهي التطور في النظم الاجتماعية وتهديد النظم القديمة كمفهوم الحياة في حضن العائلة والمجتمع، حيث تسببت الثورة العلمية في تحرير الفرد من القيود الاجتماعية المتوارثة وتعويضها بقيود السلطة والسوق والفردانية. أنهى هاراري كتابه بنظرة استشرافية عن مصير الإنسان العاقل مستقبلاً. هل هو في أيدينا فعلا ويمكننا أن نتلاعب به بعد أن كنا كائنات لا شأن لها تدير شؤونها في زاوية من زوايا إفريقيا، نمضي اليوم نحو الاستنساخ والحيوانات وغزو الفضاء والهندسة الجينية؟ لعل أكبر تحفظ يسجل على الكتاب هو تسطيحه للمعرفة واختزاله للكثير من العلوم والفصول التاريخية في صفحات للكسالى، لكن هذا الكتاب نصغ كامل للأشخاص الذين لا يجدون وقتا كافيا للقراءة ويريدون استدرار أكبر قدر من المعلومات في أقصر وقت. هاراري لم يخرج كتابا للأكاديميين بل أخرج كتابا للبشرية، فلا تموتوا قبل أن تقرؤوه.